بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائيات نورسات وتلفزيون تيليلومير، والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس: الحب وحده ينتصر على الأنانية ويجعل العالم يسير قدما. البطريركية اللاتينية تؤسس مركزاً للتنشئة الدينية في الأرض المقدسة. تدشين جدارية للشهيد الصحفي شيرين أبو عقل في بيت لحم. الدكتورة باسمة السمعان تلتقي وفد المرشدات المشارك في المؤتمر الكاثوليكي بلبنان. وفيها أيضاً الإعلام في فكر البابا فرانسيس، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. اختتم قداسة البابا فرانسيس زيارته الرسولية إلى منغوليا بافتتاحه بيت الرحمة، حيث التقى هناك العاملين في مجال الأعمال الخيرية. وقد وجه الأب الأقدس كلمة شكر فيها حسن الاستقبال الذي لقيه خلال الزيارة التي استمرت عدة أيام، مؤكداً أنه لا غنى عن العمل التطوعي والخدمة المجانية التي يقرر الأشخاص أن يقدموها بحرية للذين يعيشون في عوز وحاجة. وأضاف: هذا هو أسلوب الخدمة الذي علمنا إياه يسوع، حيث أن المجانية في العمل التطوعي تحرر النفس وتشفي جراح القلوب وتقربنا من الله في سبيل محبة الآخر. وختم الحبر الأعظم كلمته بالقول: الذي يصنع الخير حقا هو القلب الصالح المصمم على أن يبحث عما هو الأفضل للآخر، موضحا أن الالتزام فقط من أجل الأجر ليس حبا حقيقيا، فالحب وحده هو الذي ينتصر على الأنانية ويجعل العالم يسير قدما. بهدف ترتيب وضع المحامين المنتسبين لسجل المزاولة في المحاكم الكنسية وتصويب أوضاع المحامين وآلية انتسابهم وتسجيلهم في سجل المحامين المعتمدين، أصدر غبطة البطريرك بير باتيسيا باتسابالا نظاما مؤقتا للانتساب لسجل المحامين ليبدأ سريانه اعتبارا من الأول من شهر أيلول الحالي، على أن يعمل به إلى حين إصدار نظام جديد. واعتبر النظام المؤقت المحامين الحاصلين على إجازة مزاولة من غبطة البطريرك والذين ترافعوا أمام محكمة البطريركية اللاتينية في القدس والناصرة معتمدين رسمياً وخاضعين للمواد اللاحقة لهذا النظام الخاص. كما اعتبر المحامي الذي يجتاز امتحان القبول ويحصل على الإجازة بمرسوم بطريركي للمزاولة مسجلاً في سجل المحامين المزاولين. وللمزيد من التوضيح حول هذا النظام المؤقت تحدث لنورسات المحامي الأستاذ بشار ديات وقال: صدر عن سيادة البطريرك باتسبالا نظام مؤقت رقم 44 لسنة 2023 بيتحدث حول تنظيم عمل أو المحامين المقبولين أمام المحاكم الكنسية اللاتينية للترافع أمامها في خاصة في قضايا اللي بتتعلق بالزواج. منذ أكثر من 10 سنوات حاولت الكنيسة الكاثوليكية تنظيم أمور الترافع أمامها من قبل المحامين المختصين في الترافع أمام المحاكم الكنسية، وقامت بمحاولات عديدة لتجهيز المحامين لغايات الترافع أمامها من خلال الدورات اللي كانت تعقدها بشكل سنوي والمؤتمرات والمحاضرات الدورية المكثفة على مدار السنين الماضية. وفي الحقيقة النظام المؤقت اللي عم بحكي عنه الآن نظام راعى الأمور الكنسية أكثر مما يراعي الأمور اللي بتخص ترافع المحامين أمام المحاكم الكنسية. طبعا من حق الكنيسة والمحكمة اللي تابعة لها الكنيسة والمحكمة الكنسية من حقهم ينظموا أمور الترافع أمامهم بموجب مجموعة الحق القانوني، وخاصة المادة 1484 اللي القانون 1484 اللي بيتحدث عن المحامين اللي من واجب المحكمة قبول مرافعتهم أمامها. طبعا بطبيعة الحال النص يمكن ما لا يجوز تطبيقه على إطلاقه لأنه بيحصر الترافع أمامها بفئة معينة من المحامين، وبالتالي المحكمة الكنسية بتسمح الآن أو بترافع أمامها محامين من كافة الأطياف ومن كافة الأماكن. لابد من الإشارة إلى أنه النظام اللي تحدثت عنه وكي لا يثار يعني تشبيه بينه وبين الأنظمة التي تصدر عن الدولة هو نظام خاص بالكنيسة وطريقة أو تعليمات أو أنظمة تصدر عن الأسقف الأعلى للكنيسة الكاثوليكية، وهي تطبق داخليا فقط في المحاكم الكنسية الكاثوليكية أو اللاتينية. وكمان كمحامين احنا بنتمنى بما انه النظام نص في نهايته مراعاة البنود الواردة في قانون نقابة المحامين بما يتعلق بالمحامين المجازين للترافع، بنتمنى انه يكون برضو النظام الدائم او النظام اللي راح يصدر بعد هذا النظام المؤقت يكون براعي تشاركية بقانون نقابة المحامين مع القوانين الناظمة لأعمال المحكمة الكنسية، أنه يراعي ما يكون فيه أي اختلاف
من ناحية المتطلبات اللي موجودة عند المحامي. في سياق آخر واستجابة لحاجات ومتطلبات العصر الحديث، بادر غبطة البطريرك بتسبالة إلى تأسيس مركز للتنشئة الدينية والروحية في الأرض المقدسة، موكلاً مهمة القيام على المركز إلى طاقم المعهد الكليريكي في بيت جالة بمشاركة أخصائيين محليين وإقليميين. وسيكون هذا المركز ملتقى تعليمياً لتطوير نوعية التعليم المسيحي في المنطقة من خلال توفير برامج تعليمية مجانية تساهم في إنشاء رابط قوي بين الكهنة وطلاب المعهد الكليريكي والمؤمنين. كما سيمنح مركز التنشئة الدينية في بيت جالة شهادات لمنتسبيه بعد انتهاء كل دورة تدريبية. ويشار أن البطريركية اللاتينية منذ تأسيسها في الأرض المقدسة هي رائدة في تأمين التعليم المسيحي للصغار من خلال مدارسها الرعوية في الأردن وفلسطين، وللبالغين من خلال مراكز تنشئة خاصة في الأراضي المقدسة. اجتمع سيادة المطران خريستوفوروس عبر تقنية الاتصال المرئي زوم بجميع الهيئات الإدارية والأسرة التربوية لمدارس البطريركية بحضور السيدة لين مدنات المديرة العامة للمدارس. استهل سيادته الاجتماع بطلب الدعاء لأن يكلل الله كل المساعي بالبركة لنهضة مدارس البطريركية، مؤكداً على أهمية التطوير والتغيير والعمل بروح الفريق الواحد خلال العام الدراسي الحالي، وعلى المسؤولية التربوية الكبيرة الملقاة على عاتق الطاقم التربوي. وأتمنى سيادته للجميع عاماً مليئاً بالبركة والنعمة والصحة والثمار الخيرة. كما بارك سيادته التعيينات الإدارية الجديدة للمديرين والعاملين الذين انضموا حديثاً إلى مدارس البطريركية المقدسية. ترأس الأب فراس نصروين كاهن رعية مار يوسف للاتين في عمان القداس الإلهي الاحتفالي بحضور جمع من المؤمنين من أبناء الرعية. وفي عدة القداس تأمل الأب نصروين بالفصل الأول من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس، والذي تحدث فيه عن إنارة الرب يسوع المسيح لبصائر المؤمنين، شارحاً في عظته أهم ركائز المسيحية الداعية إلى الإيمان الصحيح. كما استذكر في عظته أهمية الإصغاء لصوت الله الذي ركزت عليه الأناجيل المقدسة. وتطرق الأب فراس إلى صعوبات الدعوة مستشهداً بدعوة النبي إرميا الذي عير واضطهد لأجل إيمانه. وفي ختام القداس قدمت جوقة الكنيسة مجموعة من التراتيل الروحية التي خدمت كافة أناشيد القداس الإلهي. نلقي ساقنا بين يديك. كلمة الله في قلبي كنار محرقة قد حبست في عظامي، فجهدني إمساكه ولم أقوى على ذلك. شوفوا ما أجمل هاي الكلمات، إنه كلمة الله على الرغم من صعوبة الوضع، على الرغم من المشاكل والآلام والاضطهاد اللي وقع على إرميا بسبب كلمة الله، إلا أنه بشعر أنه كلمة الله في قلبه كنار متقدة فجهدني إمساكه ولم أقوى على ذلك، أي لم أقوى على أن أسكت، أن أصمت وألا أتكلم بكلمة الله في حياتي. عاد إلى عمان وفد الهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين المشارك في المؤتمر الدولي الكاثوليكي لمرشدات الشرق الأوسط الذي اختتم أعماله في لبنان تحت شعار من ثمارهم تعرفونهم، حيث ناقش المؤتمر على مدى 5 أيام جملة من التحديات والعوائق التي تواجه نشاطاتهم التطوعية. وللتعرف على موضوعات المؤتمر والقضايا التي ناقشها الوفد والثمار التي حصدوها من المؤتمر، التقت الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لمكتب فضائية نورسات الأردن وفلسطين عدداً من قيادات الوفد المشاركي، ودار في اللقاء الحوار التالي. الخبرات اللي تبادلتوها، شو أكتر إشي كان يجمعكم، يعني إنكم مثلاً الأردن وسوريا ومصر ولبنان، بشو كان إشي مشترك؟ وكمان أيضا للحديث عن التحديات، لأنه أكيد ناقشتوا أنتوا تحديات ومشاكل بتصادفكم من خلال عملكم ومشاركاتكم خبرتكم في النشاط الكشفي. تفضلي. إحنا التحديات كلها حسينا أنه الوطن العربي كله عنده نفس التحديات، نفسها نفس الشيء، عدم الالتزام وال يعني البحث عن الوقت، الوقت حتى يلاقوا تفرغ حتى يقوموا بالعمل الكشفي في بلدانهم. نعم.
وفي صعوبات تانية اللي هي كيف إنه يوصلوا للآخر. هاي كانت صعوبة يعني كبيرة بالنسبة لهم، بس الحمد لله تسهلت الأمور وقدرنا نلتقي بهذا المخيم. نعم. وكمان في عنا معانا بالفريق الأب إبراهيم نفاع. نعم. اللي هو مرشدنا الروحي للفريق، هو كان مرافقكم، مرافقنا. نعم. بالمخيم، وهو اللي أعطى التأملات كمان الروحية اللي انغرست في نفوس المشاركات كلهم بالمخيم، وعاشوها بالطبيعة بالحياة اليومية. طبعا احنا منعيش روح الانجيل بكشفيتنا. حلو. ندخل روح الانجيل بالكشفية، فمنعيش الايام المخيم مع تأملات يومية، مع يعني مع الصلوات وكل شيء بنمر فيها اثناء المخيم، فبكون البرنامج كامل. وكمان في حبة انوه كمان على جمعية دليلات لبنان، هي اللي وقفت معنا ايد بايد. يعني عملنا حوالي 10 اجتماعات قبل للمخيم، واحنا بنحضر للمخيم. حلو. مش بيوم وليله تجهزت امور المخيم. نعم. رحنا باكتوبر الماضي، شهر 10 السنه الماضيه، رحنا حضرنا مع جمعيه الدليلات، وحضرنا كمان قبل ما نروح للمخيم ندخله. كنا دائما اجتماعات على الزوم. نعم. متواصلة. حلو. وإحنا نحضر بهذا المخيم. وسط حضور مهيب وبحضور فعاليات رسمية وإعلامية، دشنت بلدية بيت لحم في شارع المهد جدارية الشهيدة الصحفية شيرين أبو عقلة، وذلك تثمينا لدورها الكبير في نقل الخبر الصادق ونشر الصورة الحية إلى العالم. وأكد ذو الشهيدة أبو عقلة أن الاحتلال استطاع اغتيال جسد شيرين، لكنه عجز عن قتل الحقيقة. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. في بعض الغياب حضور أكبر، هذه العبارة التي خطت على الجدارية والتي احتفلت بلدية بيت لحم بتدشينها وسط حضور مهيب في شارع المهد المؤدي إلى الكنيسة، وهي جدارية للشهيدة شيرين أبو عقل ابنة بيت لحم، شهيدة عين الحقيقة وصوت الشعب. كان الحضور واسعا، عائلة الشهيدة شيرين ورئيس بلدية بيت لحم الأستاذ حنا حننية وأعضاء المجلس البلدي ورئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه معالي الأستاذ محمد شراكة، والقائم بأعمال محافظة بيت لحم ومديرة الحكم المحلي وممثلو المؤسسات والأجهزة الأمنية ورؤساء بلدية بيت لحم السابقين وممثلو المؤسسات الصحفية ومدير مكتب الجزيرة الأستاذ وليد العمري وجمع من المدعوين. ابتدأ الحفل بالنشيد الوطني الفلسطيني وكلمة رئيس البلدية الأستاذ حنا حننية الذي رحب بالحضور، حيث قال بأن إقامة هذه الجدارية تأتي تأكيدا على حرية الصحافة وحماية الصحفيين، وتكريما لروح الشهيدة شيرين التي ضحت بنفسها لنقل الحقيقة. هذا واجب على مجلس بلدية بيت لحم وأهالي مدينة بيت لحم أن تقوم بتكريم ابنة مهد المسيح، ابنة مدينة بيت لحم، الشهيدة شيرين أبو عاقلة، شهيدة الكلمة، شهيدة الحق، شهيدة إيصال الكلمة والحقيقة للشعب الفلسطيني إلى العالم أجمع. هذه هي شيرين أبو عاقلة، هي مثلتنا في الصحافة ومثلتنا في إيصال كلمتنا إلى العالم أجمع. فهذا واجبنا كمجلس بلدية بيت لحم وأهالي المدينة بأن يبقى صرح في أهم المواقع في مدينة بيت لحم وفي قلب مدينة بيت لحم في شارع المهد، لنتذكر جميعا هذه الإنسانة، الإنسانة التي ناضلت عن طريق إيصال كلمة الحق إلى العالم أجمع. كما تخلل الحفلة كلمات لعائلة الشهيدة
وكلمات لممثلي المؤسسات المختلفة. هذا شيء مهم للعائلة كلها، تخليد شيرين في هذه الجدارية شيء جدا مهم، بخلد شيرين، بخلد كل شهداء فلسطين. شيرين بنت بيت لحم، أصولها من بيت لحم، وهذا شيء مهم لتخليد ذكرها وإرثها. فبنشكر البلدية، بنشكر الأعضاء ورئيس البلدية طبعا حنا حنانية، الأستاذ حنا حنانية على هذه الجهود. لا زال هناك تغطية واهتمام كبير في قضية شيرين من جميع وسائل الإعلام، وهذه يعني اغتيال شيرين رجع الضوء للقضية الفلسطينية والإصرار الفلسطيني للوصول إلى سلام عادل في المنطقة. وفي نهاية الحفل تم إزالة الستار عن الجدارية، كما تم تكريم المساهمين في إعدادها وتصميمها لجهودهم. ويشار أن الشهيدة شيرين استشهدت بشهر أيار من العام المنصرم، حينما أطلق عليها جنود الاحتلال الرصاص أثناء قيامها بتغطية الأحداث في مخيم جنين. هذا العمل سيبقى شاهداً أمام الجميع على أن عين الحقيقة لا تغيب، وتأكيداً على دور الصحفيين لنقل الواقع للعالم من خلال وسائل الإعلام. ففي بعد الغياب حضور أكبر. للنورسات مارلين الحدوى من شارع المهد بيت لحم. عقدت ورشة تدريبية في مدارس بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية حول مناهج التربية المسيحية الجديدة، وقد رحبت السيدة لين المدنات المديرة العامة للمدارس بالمشاركين في الورشة، وتحدثت لهم بحضور عدد من الآباء الكهنة ومعلمي ومعلمات التربية المسيحية عن أهمية دورهم الروحي والتربوي. شارك في محاضرات الورشة كل من قدس الإرشمندريت أثناسيوس قاقيش وقدس الأب الياس بركات والسيدة بسمة دوغان والسيدة سمر تادروس رئيسة قسم الإرشاد. ويشار أنه تقرر من بداية العام الدراسي الجديد العمل بالمنهاج المسيحي في المدارس المسيحية في المملكة. ترأس غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو قداس الأحد الأول من زمن إيليا النبي، وذلك في كابلا المعهد الكهنوتي في عنكاوا بإقليم كردستان، بمعاونة المطران حبيب هرمز وحضور جمع من المصلين. وفي عظته قال غبطته: يدعون موسم إيليا إلى إعداد ذاتنا إعدادا لائقا للانضمام إلى أبناء وبنات الله من خلال توبة جذرية واهتداء يومي متواصل، كما يعلمنا مثل زكى العشار ثقافة الاعتذار والندامة على الخطأ. ومن المؤسف جدا أن هذا النوع من الثقافة غير رائجا في مجتمعنا، بل إن الإصرار على العناد وتبرير الأفعال لتحصيل الذات هو السائد في هذا الزمن. ومن هنا يأتي دور التعليم والتربية في العائلة والكنيسة والجامع في ترسيخ ثقافة الاعتذار والندامة. ردًا على ما أثير من تفسيرات مختلفة حول امتحان شهادة الثانوية العامة في المملكة، أكدت وزارة التربية والتعليم أن الوزارة لن تلغي امتحان التوجيه للطلبة كونه امتحانًا وطنيًا، مبينة أن ما جرى هو تقسيم الامتحان على عامين وبنفس المواصفات الموجودة حالياً، بحيث يتقدم الطلبة بامتحان في المواد المشتركة حسب وزن المادة في الصف الأول ثانوي، فيما سيتقدم الطلبة بامتحان في مواد التخصص بالصف الثاني ثانوي. وأوضحت الوزارة أن الطالب لن يتقدم بامتحان في المواد المشتركة في الصف الثاني ثانوي، مشيرة إلى أن مواد التخصص سيتم تدريسها للطلبة في الصف الأول ثانوي دون انقطاع. على صعيد متصل، التحق الأحد الماضي حوالي 500,000 طالب وطالبة إلى مدارسهم الخاصة في كافة محافظات المملكة، وقد بلغ عدد العاملين في تلك المدارس نحو 50,000 إدارياً ومعلماً، إضافة إلى 130,000 معلماً في المدارس الحكومية، وبذلك يبلغ إجمالي طلبة المدارس الحكومية والخاصة في الأردن حوالي 2,250,000 طالباً وطالبة. هذا وقد افتتحت الأمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية العام الدراسي الجديد بورشة لنحو 200 معلم ومعلمة لتدريبهم على تطبيق المنهاج المسيحي الذي تم إقراره هذا العام في المدارس المسيحية في المملكة. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة متميزة بعنوان الإعلام في فكر البابا فرانسيس، حيث استضاف البرنامج في الاستوديو الأب جوزيف السويد النائب الأسقفي للكنيسة المارونية في عمان، فيما أجرى اتصالا هاتفيا مع البروفيسور ميرنا عبود المزوق
منسقة مكتب رعوية المرأة في لبنان، وقد تركز الحوار حول دور وسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام، إضافة إلى الحديث عن انطلاق الوثائق التأسيسية لمسار السينودس. فإلى هنا. نحن حكينا عن الإعلام سابقا وعن رسالة الإعلام والصحفيين والإعلاميين في نشر الحقيقة، نشر الكلمة الصادقة الإيجابية، ولكن مؤخرا صار في لغط وصار في حديث كثير عن قداسة البابا فرانسيس، لماذا يوجه رسائل للإعلام والإعلاميين، وكيف عم ينظروا الناس لهذه التوجيهات وهذه الرسائل. وأحيانا الإعلام المضلل طبعا يسيء فهم هذه الرسائل ويوجهها توجيه خاطئ. وطبعا أنتم عارفين السوشيال ميديا مفتوحة صارت، العالم صار قرية صغيرة، الكل بيعرف كل إشي وبيفسر على كيفه وبينقل الأخبار المضللة. فللحديث عن موضوع الإعلام في فكر قداسة البابا، أبونا جوزيف يعني أنا برحب فيك معنا في الاستوديو للحديث عن هذا الموضوع المكرر، ممكن الناس تشوفه مكرر، لكن نحن كمان منا نضوي، يعني عم تيجي بتتوجه للكرسي الرسولي والرسائل اللي عم بيوجهها قداسته وعدم فهمها عم بتوجه له يعني إساءة في عدم الفهم. فكيف نحن كمسيحيين كمؤمنين كيف علينا أن ننظر بداية إلى هذه الرسائل قبل ما نقعد نحلل ونقعد ننتقد أنه قداس البابا حكيك غلط، قداس البابا مش مظبوط اللي قاله، عصمة البابا وهالبابا خاطئ، هو إنسان بشري وبيخطأ وأخطأ. لكن إحنا في البداية قبل ما ننظر لرسالة ونقرأها لرسائل قداسة البابا، ما هو الفكر اللي علينا أن نحضره قبل القراءة؟ قبل القراءة دكتور، أول شيء تحية من الأردن لكل اللي عم بيشاهدونا اليوم. بتمنى أنه هيك يضوي على شغلي، أنت قلتي أنه نحن حكينا عن الإعلام. نعم. الإعلام لازم نضل نحكي فيه ونحكي عنه ونحكي عن الوجع اللي ممكن يسببه، واللي بتصور قداسة البابا موجوع اليوم، لأنه ما في أبشع من أنه إنسان يعطي تصريح معين والتصريح هيدا يتاخد بمنحى آخر، أو أنه يتشوه أو أنه يتفبرك أو أنه حتى ينحط على لسان إنسان هو مش قايله. لأنه اليوم الذكاء الاصطناعي قادر أنه يلبسك شيء، يحرك شفافك بإطار معين، أو يمكن يترجم حتى فكر معين بأسلوب كتير خاطئ، ولبل قادر يسيء للشخص، قادر يسيء للمؤسسة، اليوم عم نحكي عن كنيسة، وقادر يسيء حتى للفكر ولقلب الإنسان، يعني بصف الإنسان ملوت. نعم. بخبر معين خضه ما فهمه أو وصله بطريقة مشوهة. مشان هيك البابا بيقول نحن اليوم هلأ بحاجة لرساء ورجال عندهم مبادئ، هيدي المبدأ أنه أنا بدي يكون إنسان قديش شفاف، أنه أطرح المبدأ احمي المعلومة أو التواصل الاجتماعي من كل ما يمكن أن يشوه رسالته. لأن أنت بتحكي دايما بتحكي، وهيدي رسالتك اللي قريتها مؤخرا، قديش ممكن تتشوه رسالة الشخص العام وإخضاع هذه الرسالة لأهداف أخرى حتى نمشي تنفترض فكر ملوت. أبونا، كثير من الناس لما بتصدر مثلا رسائل أو رسالة لقداسة البابا بياخدوها الإعلاميين أو هالصحفيين اللي بتصيدوا الخبر اللي بيجيب أكتر مشاهدات. صح. أكتر ريفيوز، أكتر يرفعوا سقف متابعة مواقعهم. مزبوط. فبيعطوا بياخدوا هالرسالة، وين في أني ألاقي ثغرة أدخل منها للحديث تبع قداسة البابا أو حديث لغبطته أو حديث لا؟ هدول الأشخاص بيكونوا مرصودين، بيكونوا مهيئين أنه أنتم وظيفتكم
انكم تشوهوا دائما هذه الصوره. صح. فعلينا احنا لما بيطلع الخطا من انسان مؤمن يصير يسيء لرمزيه لقداسه بابا او مثلا غبطه بطريرك او مثلا حتى الكاهن صحيح والعليم. يعني حتى الكاهن يعني احنا صوره هذه احنا بنعتبرها مقدس الذي يحمل الصليب ويرفع كاس القربان ودم المسيح بيعطي المناول بيعطي الغفران سلم مفاتيح المغفره سلم المفاتيح المصالحة مع ربنا أو لقريب. كيف نحن منسيء لهذه الشخصية بأنه ننجر وراء هذا الفكر الكلام. فعلينا نحن اللي دائما بقول أنت لما بتنظر إلى انتقاد لقداس البابا رأسا اعرف أنه هذا مرصود هذا الشيء اللي موجه لإلك عشان أنت تفكر غلط عن هذا الشخص. فكيف نقدر نحن نثقف مؤمنينا مسيحيين أنهم يكون عندهم هذه الثقة برسالة الكنيسة برموز الكنيسة وحتى سلطات الكنسية. المسيرة السينودسية هي تبث روح وديناميكية في العمل الكنسي لكي نسير معا. احنا ابتدأنا بالمسيرة السينودوسية بال2021 وقت اللي أقر سينودوس الأساس في الموارنة بحزيران 2021 وقبل طلب مكتب رعوية المرأة أن نسير في مسيرة سينودوسية ليس فقط أن نسعى إلى نص سينودوسي. ومن هنيك بلشت المسيرة مع كثير شغل على الأرض مع عمل ميداني ودراسي واستقصائي وتشاورات وملفات دراسية منا ملف يعني نحن سميناه الملف السينودوسي الذي يدور حول أوجه مريم وهوية مريم في الإنجيل بكل أبعادها يلي هي مثال لكل مؤمن مش بس للمرأة. وعملنا كمان استمارات نوعية بأسئلة انطلقت من التساؤلات ومن عطف أفكار أجريناه في كل الأبرسيات ومن 1000 تساؤل عملنا 10 استمارات نوعية نزلنا فيها على الأرض. حلو. وصارت كل هيدا الشغل طلعت هيدي الوثيقة يلي هي مقسمة إلى 3 أقسام كبيرة. أول فصل هو فصل التحديات يلي من خلاله طلع معنا من خلال النتائج على الأرض 4 تحديات: التحدي الأنثروبولوجي، التحدي المجتمعي، التحدي الكنسي، والتحدي القانوني. وعندنا فصل كثير مهم هو فصل الثوابت، الثوابت الأنثروبولوجية والكتابية واللاهوتية والكنسية لحضور المرأة. وهذا الفصل هو فصل رح نكون كلنا سوا مش بس بلبنان ومش بس الكنيسة المارونية. نعم. كل الكنائس وحتى مع غير الأديان أن نكون ونتبادل ونتشاور ونتعمق ونتساءل فيما يأتي إلينا هذا الفصل. وآخر فصل هو فصل التوجهات والسياسات يلي بالمرحلة هلأ القادمة دغري بعد 9 أيلول رح نبلش نشتغل مع الأبرسيات والمؤسسات والكنائس الأخرى حتى نفكر باستراتيجية عمل خماسية نقدر نطرحها ونبنيها ونقدمها لسلطتنا الكنسية لمناقشتها وتنفيذها. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس: الحب وحده ينتصر على الأنانية ويجعل العالم يسير قدما. البطريركية اللاتينية تؤسس مركزا للتنشئة الدينية في الأرض المقدسة. تدشين جدارية للشهيدة الصحفية شيرين أبو عقلة في بيت لحم. الدكتورة السمعان تلتقي وفد المرشدات المشارك في المؤتمر الكاثوليكي بلبنان. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني newsajo.org. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.